السلام عليكم، أنا ميلودي، إن شاء الله تكونون بخير. في فيديو اليوم راح نشرح الحدث الجديد اللي راح تقدر تحصل من خلاله على سكن ليزلي وغوشن الفالنتاين مجانا، وكذلك راح نتكلم عن التحديث اللي وصل اليوم، وبالأخص راح نتكلم عن ليزلي. هل بالفعل ليزلي راح تصير أقوى رامي، وهل بالفعل راح تكون بالتوب باند، وراح نشوف شنو التغيرات اللي صارت على ليزلي. خلونا بالأول ننتقل لساحة التدريب، وبعدها راح نشرح على سكنات الفالنتاين. بداية خلونا نتكلم على الباسف الخاص بليزلي، المهارة الخاصة بليزلي. كل 5 ثواني شرط ألا يصيبك أحد من الأعداء راح تحصل على ضرر 110%، بالإضافة إلى ضرر حرج كريت دامج 50% ممكن تصيب الهيد الوحدة. بالنسبة للسكيل الأول راح ينطيك دمج زائد 90% ضرر جسدي إضافي، كذلك راح ينطيك سرعة حركة كل ما تفعل السكيل الأول، وكذلك بالإضافة إلى أنه ينطيك الاختفاء، وتقدر أنه تصير منيع بهاي الثواني من الاستنات وما تستهدفك مهارات الخصم. والآن نتكلم عن السكيل الثاني. كثير من اللاعبين ما يعرف أنه السكيل الثاني كذلك بي دمج 150، وكذلك بي كريت دمج ممكن يتضاعف للميتين. فمثل ما تشوف حاليا انت من راح تفعل السكند راح يصيب الخصم دمج، كذلك بعد ما تصيبه مباشرة تقدر تفعل سكند وتضرب بيسك راح كذلك يتضاعف الكريت دمج بيها. بالنسبة للألتيميت، فالألتيميت راح ينطيك ضرر على مسافة جدا بعيدة، وكذلك ينطيك ضرر حرج زائد 5%. الأفضل انه انت تفعل الفيرس بعدها تفعل الألت حتى تحصل على ضرر أكبر وفرصة ضرر حرج أكثر. الآن نجي نشرح ونتكلم عن البيلد. بالنسبة للبيلد فهذا الآن اللي أمامكم هو بيلد أفضل اللاعبين والمرشح انك تستخدمه كل جيم. أنا لعبت جيمين وجربت أكثر من بيلد، راح أشوفكم دمج البيلد الأول مع الضرر الحرج. طبعا بالبيلد الاول راح تشوف انه انت مع الضرر الحرج اللي راح تقدر تسببه بالخصم راح تسبب 1000 وضرر حرج 400، فهذا هو كل قوة البيلد اللي انت راح تستخدمه. اما بالنسبة للبيلد الاخر فهو البيلد اللي ما يعتمد على السرعة، يعني مو ضرر مستمر انما ضرر متفجر، يعني الضربة الواحدة. طبعا هاي تجارب البيلد من وجهة نظري الشخصية، وانا جربتهم وعجبني هذا النوع من الدمج. فهسا مثل ما راح تشوفون دمج البيلد الاخر، فمثل ما راح تشوف راح تحصل على 1300 زائد 300 كريت دامج، وبالتالي راح تحصل على 1600. طبعا كل بيلد الى وقت المناسب واستخدامه المناسب وحال حسب الخصم ضدك. كلنا نعرف انه من الغلط انه احنا نحدد بيلد ثابت ونلعب به كل المباريات، لازم تغير البيلد على حسب المباراة اللي تواجهك. وهسه خلوني انطيكم كم خدعة تقدر تستخدمها بليزلي تفيدك بالمباراة. الخدعة رقم 1، راح تقدر بالسكند انت تعبر اي جدار، مثلا اذا كان خصم ما يلاحقك راح تقدر تعبر اي جدار، وبالتالي السكند راح تفيدك بالهرب. بالاضافة الى انه انت تقدر تستخدم السكند للهجوم، مثلا اذا اكو خصم يتبعك نقول فايتر وهذا الفايتر ما عنده داش، راح تقدر انت تعبر للجدار الاخر ومباشرة تفعل الالت او تبدي الدمجة من خلف الجدار، فراح تحصل وقت اضافي انه تقدر الدمجة به اكثر وتقتل الخصم قبل ما يوصل لك. هذا كل شيء كان عندنا على ريفان بليزلي. طبعا نقدر نختصر اللي صار انه ليزلي حصلت دمج اضافي، حصلت كريت دمج ضرر حرج اضافي، وصارت هيرو قوي افضل من السابق وتقدر تعتمد عليه بالمباريات الجاية. وهسه خلونا نشرح الحدث الجديد اللي هو يخص سكنات ليزلي وغوشن اللي راح تقدر تحصله مجانا فقط من خلال سكرين شوت وتعليق. كل اللي عليك تسوي انه انت تدخل على الرابط المثبت بالتعليقات، راح يحولك على منشور بالفيسبوك، من خلال هذا المنشور راح تدخل وتنزل لقطة شاشة الجيم انت لعبه من داخل لعبة موبايل ليجند، وتكتب الاي دي والسيرفر وتعلق، وراح يختارون من عندكم اكثر من فائز. بعد انتهاء الحدث اللي هي المدة 10 ايام راح يوصله عن طريق البريد يا اما سكن ليزلي يا اما سكن غوشن. طبعا حبيت اجرب سكن الفالنتاين الخاص بليزلي قدامكم، واترككم مع جيم بلاي بسيط للسكن. اتمنى تكونوا استفادتوا من المقطع، مشاهدة ممتعة. First blood.